قال أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف. قالوا أيرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ قال كلا لا سلمت من الرداء ويصاب أنف محمد برعاف. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. في هاتين الآيتين أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن كنتم تحبون الله، أي للأمة، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فجعل المولى سبحانه الميزان الذي تعرف به محبة الله تبارك وتعالى ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، جعل الميزان اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قال العلامة المجد ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله ولم يكن على الهدي المحمدي، فهو كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والهدي النبوي في أقواله وأفعاله وأحواله. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من كبار التابعين وعن جماعة من علماء الأمة أن هذه الآية نزلت في ناس ادعوا محبة الله جل وعلا فامتحنهم الله بهذه الآية كأنها محنة وتمحيص. قل إن كنتم تحبون الله، إذا ادعيت محبة الله دعوتك دي صحتها مربوطة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن كثير: كما يقال عند العرب ليس الشأن أن تحب، أن تحب إنت، إنما الشأن أن تحب. لأنه كثير من الناس بيقول أنا بحب الله، طيب هل ربنا بحبك؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى داير تعرف إنه بحبك اتبع شرع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال فاتبعوني يحببكم الله، أي لتنال محبة الله. لأنه العبد إذا نال محبة الله نال الجنة ونال الرضا ونال السعادة في الدنيا ونال السعادة في الآخرة. قال فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا كقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وكما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الله أطيعوا الله ورسوله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان
الذي به ينال العبد ويكسب رضا المولى تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الفوز في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته من طاعة الله جل وعلا، والخسارة كل الخسارة في التمرد عن شرع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك، ده قسم من المولى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده بس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وزيادة ويسلموا تسليما. المؤمن يتحاكم للرسول صلى الله عليه وسلم ويرضى بحكمه ويسلم تسليما، مش اعتراض وتنظير وآراء وأفكار، لا، تسليم. قال: ويسلم تسليما. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بعد يا ربنا قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يا سلام، لدرجة عالية، درجة رفيعة. قال لك: من يطع الله والرسول بينال يا تؤجر، بيكسب شنو؟ قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. اللي أنعم ربنا عليهم ذل منو؟ في سورة مريم: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. ربنا أنعم عليهم هناك وكلمنا من الأنبياء من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الإنسان اللي بيتبع الرسول قال لك: مع ذيل، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لذلك عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وهو الصادق المصدوق الذي لا يكذب ولا يكذب، قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا مع شدة تفرق الأمة وكثرة الطوائف وكثرة الأفكار والنحل والضلالات والأباطيل، تمسك عبد الله بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وانت اللي بتربح وانت اللي بتكسب، وليس لأحد مصلحة على وجه الأرض في إيمانك وتقواك، وليس لله مصلحة في إيمانك وتقواك. جاء في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم أن المولى تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ربنا ما بيضر كفر الكافر ولا بيزيد إيمان المؤمن، لكن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة التائبين ويفرح بإيمان المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. عموما، الآية فيها ميزان وحكم عدل فاصل من اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ورانا اللي بيحبه ده اللي بيكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك سبحان الله، كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس تحريا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام الصحابة في الصلاة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قبض بيده، بس مد يده كده وقبض. سبحان الله، يحتاروا ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. مرة جلس في الصلاة فجلسوا جميعا في الصلاة، مرة وهو داخل المسجد يقول لواحد من الناس داخل المسجد: اجلس. سمعوا صحابي برا المسجد ما بيتكلم عنه ولا بيتكلم معه، فجلس الصحابي في الحر برا المسجد. قال: ليه انت جالس برا المسجد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فجلست. تعظيم ومحبة واتباع وانقياد بصورة عجيبة. لذلك عبر أحد العلماء فقال: كانوا أتبع له من الظل وأطوع له من النحل، يتبعه اتباع الظل عليه الصلاة والسلام. والمحبة يا أخواننا ومعرفتك ميزان الاتباع. الليلة لو ادعى إنسان إنه بحب النبي عليه الصلاة والسلام وما بيتبعه في هديه فهو كاذب في دعواه. وما يظن إنسان أن من الناس اليوم من يبلغ في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الصحابة أبدا. عشان ما تتخيل إنه في شريعة ودين وتعظيم ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن ممكن نبلغه ما بلغوها الصحابة أبدا. ما في من أروع الأمثلة التي ضربت في محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أن خبيب ابن عدي رضي الله عنه أو ابنه، ولعل خبيب، أسروا المشركون وجاءوا به ليقتل، ووضعوه عند مكان السيف، خلاص جابوا ختم على القصاص ده يقتلوه. فقالوا له: تمنى أمنية،
نحن بنطلق سراحك، بس يتمنى حاجة واحدة، تمنى لو أن محمدا في مكانك هذا، بس قول يا ريت الرسول في محلي ده وأنا أكون سالم أمشي طوالي نفكك تمشي. فقال لهم كلمة عجيبة، نحن زي ده ما بنقدر عليه. قال والله لا أتمنى أني سالم في داري ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. فأنشد حسان بن ثابت رضي الله عنه فيه أبياتا، قال أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، قالوا أيرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ قال كلا، لا سلمت من الرداء ويصاب أنف محمد برعافي. بلغوا أعلى الغايات وأسمى المراتب في تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع محبتهم هذه وإيثارهم هذا وتعظيمهم لرسول الله وتوقيرهم لجنابه عليه الصلاة والسلام، ما سمعنا أنهم جعلوا احتفالات للمولد في شهر ربيع الأول أبداً، ولا احتفل التابعون، ولا احتفل الأئمة الأربعة، ولا احتفل علماء الأمة المقتدى بهم، إنما صار الاحتفال عند العبيديين الشيعة الرافضة الخبثاء الذين يسبون الصحابة ويلعنون الصحابة ويستمونهم، بل ويسبون حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من قال، والكلام موجود في كتبهم، منهم من قال بعض أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار، قالوا ذكره يدخل النار لأنه جامع به عائشة، وعائشة كافرة عندهم، لعنهم الله ولعنة الله عليهم تترى. هؤلاء هم الشيعة، هم الذين اخترعوا هذه الاحتفالات، احتفالات المولد، ليصدوا بها الناس عن القرآن وعن السنة وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عباد الله، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته تكون بالاقتداء به، بمعرفة سنته، بتتبع السنن والعمل بها والرضا بذلك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، تشهد بلادنا وكثير من بلاد الإسلام هذه الأيام هذه الاحتفالات التي يسميها أصحابها احتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء كما ذكر أحد كبار المالكية ويسمى بابن الحاج، هذا العالم تكلم عن تأريخ المولد وذكر أن تأريخ المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتفق العلماء على يوم محدد من المؤرخين أن هذا اليوم هو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ميلاده يوم الاثنين، لكن تاريخ محدد داخل ربيع الأول غير معروف وغير متفق عليه. منهم من قال في اليوم الثامن، منهم من قال في التاسع، منهم من قال في الثاني عشر، منهم من قال في اليوم الثاني، وأقوال كثيرة جدا. قال مع أنه الثابت المعروف أن اليوم هذا اليوم هو يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الثابت تاريخيا اليوم اللي بيحتفلوا فيه والناس الليلة باعتباره ده يوم المولد أو المولد، هذا اليوم هو يوم الوفاة باتفاق المؤرخين. قال، علق تعليق جميل، قال فليس الفرح في هذا اليوم بأولى من الحزن فيه. انت أصلا لو زول دار تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولو بجوز الذكرى أتذكر وفاته، لأنه الثابت في اليوم ده الوفاء، فالحزن في هذا اليوم قال أولى من الفرح في هذا اليوم.
ولكن في شريعتنا الإسلامية يا أخواننا عندنا أعياد محددة شرع علينا النبي عليه الصلاة والسلام نحتفل في أعيادنا. لا نشابه النصارى واليهود بأن نحتفل في أيام معظمة عند أنبيائهم أو أن نحتفل بأيام نخترعها من عندنا، يوم رأس السنة ويوم ما تعرف الهجرة ويوم ثورة ويوم كذا، واحتفالات ما عندها أي علاقة مع الكتاب والسنة، بل احتفالات تمددت، عيد الأم وعيد المرأة وعيد الطفل وعيد الحياة وعيد ما تعرف ثورة التعليم وعيد شنو، هذه كلها أعياد باطلة، أعياد باطلة كلها. العيد عبادة، أنت بتتعبد في هذا اليوم، تتعبد بالصلاة، تتعبد بأذكار، تتعبد باللبس الجديد، تتعبد بالتوسع على الأهل. الأعياد عبادات، لا يمكن أن نخترع العبادات من عندنا. ولذلك ما يحتفل به الناس في هذه الأيام من احتفالات المولد ليس في الكتاب ولا في السنة أبداً، ولا ذكرها أحد من أهل العلم المعتبرين إطلاقاً، بل الدليل المستدل به من قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الدليل هو الفرح بفضل الله وبرحمته. ابن القيم قال: وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة، ده فضل الله والرحمة، ولا شك إن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة ونفرح به ونحبه ونعظمه ونجله، بل الواجب أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن جميع أهلنا، هذا الواجب علينا. لكن يا أخواننا هذه المحبة وهذا الفرح لا يعني أن نحتفل في أيام معينة، 12 يوم في شهر واحد من شهور السنة. طيب بقية الأيام إحنا بنحب الرسول ولا شنو؟ بقية السنة إحنا ما بنعظم الرسول ولا كيف؟ لا، المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم له والتوقير والإجلال يكون في جميع أيام السنة، لكن ما بطبول ونوبات وتجمع للنساء وللرجال وقصائد شركية وقصائد محرمة وأقوال قبيحة واجتماع للناس واختلاط وموسيقى. يا أخي لو كان الاحتفال مشروعا بالطريقة دي بكون ما مشروع، لو كان مشروع الاحتفال بهذه الصورة يكون ما مشروع، فكيف نحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي حرم الموسيقى وحرم الاختلاط وحرم الكذب وحرم الغيبة وحرم النميمة وحرم الألفاظ السيئة وحرم فوق ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى؟ ما ممكن يا أخواننا نحتفل بنبينا المعظم الكريم اللي حرم الأشياء دي كلها، نحتفل به بما يبغض وبما يكره وبما حرمه. ما ممكن نحتفل به بالشرك وبالخرافات، ونحتفل به بالموسيقى وبالنساء متبرجات مع الأولاد يرقصوا مع بعض وزحام. حتى كثير من الشباب الليلة عندنا يمشي لمحلات المولد من أجل الأشياء المحرمة، من أجل الفسق بالنساء، أمور زي دي. ما ممكن ده يكون احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسل نفسك سؤالا: لو دخل اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى مكان المولد كويس وهو ما بيجي، لكن لو جاء لمكان المولد ودخل ميدان عقرب ولا ميدان الخليفة ولا ميدان السجانة، هل حيرضى من الشيء اللي بيحصل ده؟ هل حيعجبه؟ هل حيقول لهم ما شاء الله نعمل احتفال ونعمل احتفاء بنبيكم؟ أبدا ما حيرضى كلام زي ده. لو لم يكن في المولد إلا الاختلاط لحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما منع الاختلاط داخل المسجد. إذن عباد الله، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعظمه ونجله، لكن بالطريقة المشروعة وبالطريقة الصحيحة، أن نكون حريصين على سنته في البيوت، حافظ على سنته في البيت، أذكار الصباح أذكار المساء، زي النساء تلبس نساءك من المرى والبنات والأخوات، تلبسنا الزي الشرعي اللي ارتضاه والنبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته لأمهات المؤمنين، وهن التقيات
مبرآت من كل سوء. النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى لهن الحجاب الشرعي الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه، فنطبق سنته ونقتدي به في كل أمورنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في الدنيا متابعته ومحبته وتعظيمه وتوقيره وإجلاله، وأن يرزقنا يوم القيامة مرافقته في الجنة. اللهم ارزقنا حب نبيك وتعظيمه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم فرِّج همَّنا، واكشِف كربَنا، اللهم رُدَّ غائبَنا، اللهم فرِّج عن مغمومِنا، اللهم اجعل لنا ولجميع المسلمين حياةً طيبة ومُستقرًّا حسنًا عندك يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. قوموا إلى الصلاة يرحمكم.